صوت لبنان مجددا، برحب فيكم جميعا اصدقائي، وبرحب فاستيق بضيفنا دكتور توني نعمي الاختصاصي بامراض القلب والشرايين، تمييل بالون ريسور، المشاكل كلها المرتبطه بالقلب. بدي اقول لهم انه ممكن كمان تتابعوا هاللقاء مباشره على صفحتنا على الفيسبوك فويس اوف لبنان 100.5. دكتور نعمي اهلا فيك، رجعت العجقة نرجع أهلا فيك، المدارس. إيه عافيكي مظبوط. إيه دكتور نعمة، نحن طبعا كنا عم نحكي او ابتدينا وجربنا نحكي الاسبوع الماضي عن ليش في شرايين بتعمل مشاكل وشرايين، لا قلت لنا العامل الوراثي هو الاساس، بس انا بتذكر انه مره بلقاء مش بس قديم، العمل الوراثي، الضغط والسكري والكوليسترول والدخان. بس قبل قلت لنا كانت انه نحن منأسس شرايين او صحة الشرايين من هو صغير ميمي الانسان. واحد بيخلق من بطن امه عنده دي ان اي تبع شريانه، يا من جوا مثل الازاز ما بيعلى عليه شيء ل 90 سنه، يا من جوا مخرشه مثل الزفت شو ما كان بيعلى عليه. مشان هيك واحد بياكل شوي صغير ال دي ال بيكون عنده 130، بيكون عنده شرينه كلها مسكره، وعندك علم 220 خلص حسبنا شرينه. بس اجمالا اجمالا رح امشي بيكون معك. عنده ال دي ال عالي، بيكون عنده وراثي بالعائله. قلت لنا في منهم بيخلقوا مثل الازاز ما بيعلق عليه شيء شو ما اكل. مزبوط. طيب يعني حتى لو كوليسترولو عالي، حتى لو لا بدخن. ما هو اذا انتبه كوليسترولو عالي خصة ال دي ال بس يكون عالي 90% بيكون بالعائله في وراثه. يعني ما هو كمان بيجوا مع بعضهم. بيجوا مع بعضهم، فهمت كيف؟ ما فيها الشغله بتكون مثلا اجمالا ثلاث ارباع العالم بيعمل لك فحص دم شاب، حكيم شوف لي هالفحص، هلا درج الواتساب كمان. ال دي ال عالي اللي بيكون فوق ال 107 180 بقول له اكيد حدا بالعائله عنده مشاكل قلب، الدرجه الوراثي موجوده. بس ايه فيني اقول لك بكل صراحه اذا واحد عنده الشريان من جوا مثل ازاز، يعني ما عنده وراثي ابدا وما عنده دخان والال دي ال بس وحده عالي، في ما يعمل بالقلب ابدا. لان الكوليسترول تيعمل بالقلب تيعلق على الشريان بده شريان يكون يا مشوق من جوا يا مريض. اذا ما مريض ما في شيء بيلزق على الشريان، معمول بطريقه انه كل شيء بزحط عليه. نعم. طيب ممكن يكون الشريان انه كل شيء بزحط عليه ابتداء من عمر معين ببلش طبيعي طبيعي. كيف الانسان بيموت على 100 سنه او على 20 سنه الا ما يصير هالتغيرات؟ لانه الشريان بيكون بنشف مثل اي نبريش. جبتي نبريش ما بدها شيء، بدي احكي انا بريش مي بالزريع، فيك تجيبي شغل هون فيك تجيبي شغل هون. جبتي هذا جارونتي على 50 سنه ما بيشقوا، اخر شيء 50 سنه بده يخلصوا بينما في وحدين بعد شهرين بلش شقوا. مزبوط. اللي بيشقوا بعد شهرين بده ينفزر وتقلي الجنينه مي، تبعتي كيف؟ على كل حال عسير الشباب، انا بدي احييك وحيي الاطباء لانه انت من الاطباء يلي يعني بتتلقوا مثل ما بقولوا عبر الواتساب، في كتير بيرفضوا. دكتور نعمي، في اسئله كتير من المستمعين، رقم بيخلص ب 38، بدها تسالك عن زوجها عمره 58 سنه، بتقول لما عم بينام عم بيضيق نفسه بيختنق بالليل، عنده سكري وكوليسترول، شو لازم يعمل؟ لازم يعمل كثير شغلات. هذا اول شيء اذا ناصح بيكون عنده ابني دو سومي بده يعمل فحص النفس تبع بالليل. بس بما انه عنده سكري مجبور يعمل فحص صوره صوتيه مجهود اليوم قبل بكره وبكره قبل بعد بكره. ضروري جدا ضروري جدا. هالشيء فيكم من الرويه وفيكم من القلب، بس بما انه عنده سكري دفه القلب بتشد اكثر. اذا ناصح كمان شوي بتفسر هالشيء، بس كونه عنده سكري خلص علقنا بالضرب، بدنا نعمل الشغله مثل عصوله. نعم. رقم بيخلص 391. اوكي الانسان خالد بصفاته، وانت انسان اوكي بقول لك قلبي قوي، انا مش عايز دكتور بس بوجه لك تحيه. محمد بيقول اوقات بصير دقات قلبي سريعه فجاه وشكرا. محمد بس بدي الفتك، نحن دائما بنطلب الجنس والعمر. محمد اكيد جنسه سكر. ايه اوكي بس العمر. العمر محمد مش ما في تحت ال20. محمد ما في تحت ال20. لا تيجوا معه تليفون يحكي واتساب خلص انك تتم ال20 وخلص. هلا بالنسبه لدقه القلب السريعه اسبابها كثيره. اكثر اسباب شائعه بالسوق هي القهوه والنسكافيه والشاي والشاي الاخضر. ثاني سبب بيجي من بعده ستريس. ثالث سبب الغده. رابع سبب فقر الدم.
اذا هو كله مش موجودين ساعتها بنعمل صوره صوتيه تعال شو اذا في تنفسي بالصمام او شيء. يعني هي دي نادره جدا تعمل تبلش كدقه قلب بلش لهتي قبل مشان هيك دقه القلب بلش بها اربع شغلات نعيده لك كان ستريس قهوه ومشتقاتها الغده تيترواتيكا تاساس الغده الدرقيه والفحص الدم فقر الدم. نعم. رولا بتقول بنتي عمرها 20 سنة عم بيضل عندها شك بصدرها وعمل بترد على ظهرها مع انكماش بالمعدة ماكسيموم صفة هواء وستريس كله ستريس. هيدي يعني هلا هيدي 20 سنة وهيك بهالأمر أكيد. نعم. نجوى بتقول أنا مريضة لحظة بس أنا مريضة إيش كله ستريس تبع 58 وداني على المستشفى تبع 58 وداني على المستشفى ايش هو الستريس؟ لا حسب العمر حسب لا الكونتكست. لا فعلا لا بس انه بعدين برجع بقول لك انه الستريس من العناصر اللي بتعمل كثير كيف لكان كيف لكان. نعم. قد ما اكون انا قد ما اكون ذكي وفلتي يعني بالاخير انا بعطي رايي بطريقه خبره وبطريقه عم تزبط لانه عندنا خبره وبتعرفي شو المريض. نعم. بس الباكج تبع المريض هو اللي بخليك تفكري شو هو. نعم. فهمتي كيف؟ انا نجوى بتقول انا مريضه سكري وضغط عملت فحص دم طلع ال HDL 50 LDL 97 بشو قال عليه منيح بس شو ده مخزون السكري. لا بس في اشياء كتير يعني يمكن فيهم غلط يعني السكري 169 HbA1c 6.8 الاسيد لا هيدي عمره لحظة بس تحت نرجع اوكي عمره 52 سنة مبدئيا تعمل صورة صوتية بس فحصة مقبول كشخص معه سكري السبعة فاصل شوي المخزون السكري شوي عالي مفضل يكون بالستة ماكسيموم ستة فاصل شي. نعم. ومتى بقى وضع مقبول كعمره بس انه كعمره لبعدين مفروض تنتبه اكتر بعد بس كفحوصات كوليسترول جيدة السكري مقبول تعمل صورة صوتية مجهول. نعم. عم يسألوك عن دواء بيساعد على التوقف عن التدخين بيسألوك اذا له تأثير على القلب وهل له أثار جانبية؟ ما بعرف شو هو. لا ما بعرف شو هو. بكون في نيكوتين يعني أكيد بيمنع القلب سريع. نعم. إذا خليك بيعملوا دقات قلب سريعة. ما يعني نيكوتين بيقوي كل شيء نيكوتين من هيك الواحد بيصير تظهر حتى معدته بيقوي البريسالتيس بيقوي بوعي كل شيء بينكزك يعني النيكوتين بينكز اسم كيف نيكوتين نيكوتين بينكز يعني. نعم. هبة بتقول هل التخدير بالرأس خدار يعني قصدها بتصور وعدم التركيز والشرود لهم علاقة بالضغط العالي؟ تخدير بالرأس لا تخدير بالرأس لا ما له عليها في الوجع رأس. نعم. بس بلاش تتحزن بس يخدر رأسه شوف ضغطه في عندك على ما وجع رأسه بيخدر رأسه ممكن يكون ما سألوا شو بس يعني عم تقول شو كان خبادك شي دراسة عملها شو من سنة يعني في عندك عالم العوارض تعملها في عندك عالم بتصفي دينية عالم تخدر راسه عالم بيخدر شو اسمه عالم بس الخدر اول مره انا بس واحد شوف شيء غبي غريب براسه وطلوع بيشوف ضغطه اذا ضغطه منيح ما مش من ضغطه فيكون صفير بالدينه فيكون تبعت انه بس قلت مترافق مع الشرود وعدم التركيز يعني 100% بتشوف ضغطه بهالوقت اذا لا معناتها ما له علاقه بغير شيء غير موضوع رقم 27 شو الفحوص اللي بتعطينا سماكه الدهن بالشريان سماكة الدهن بالدليل اجمالا اكثر شيء بتعمل فحص الدم ما بيعطيك بالدق بالشريان ماشي في عندك الكوروس كان او التمييل التمييل هو كيف بدك تشوف يعني نعم. محمد جاوب قال عمره 25 سنة ما قلت لك نعم قلت لك قلت لي فوق ال 20 يعني كم سنة ماشي الحال رقم بخلاص 7-8 أنا رجل عمري 54 سنة صاير بتعب لما بطلع درج أو بعمل أي مجهود وأنا بدخين هلا في يكون هالشيء من الرواية في يكون ضغطه عم بيعلى وفي يكون من القلب هذا بده يعمل فحوصات سريعة خصوصا إذا مش ناصح نعم إذا ناصح قلة رياضة مع الوقت النصاحة مع الوقت القلب بصير يتعب أكثر لما بده يخدم أكثر بس بالنسبة ل عمره ضيق جدا بدخن ضيق جدا في يكون الرواية بتعمل هيك نعم. يكون الضغط بيعمل هيك وفي يكون القلب بيعمل هيك بده يعمل صورة صوتية ومجهود مع مراقبة للضغط على السريع بيراقبوا ضغطه اهم شيء وعم يركض هل الاعمار بتخوف لانه هي عمر دقيقه عمر دقيقه زوج عمره 30 سنه بس حدا 50 وكذا بس انا 50 عمر صغير بعدها ايه مزبوط بس انا صغير هلا بترد على 50 بقى تعمل هلا 50 عادي ماشي سؤال زوج عمره 30 سنه
بصير كتير معه ضيقة نفس بالليل، عمره 30 سنة، عنده كوليسترول عالي بس عم بياخد دواء، عم بينزل الكوليسترول، شو لازم يعمل لضيقة النفس؟ بده يعمل فحص سبيرومتيلا روية، فحص تنفس بهالعمر. نعم. إذا ناصح بده يعمل كمان فحص قطع النفس بالليل. أبني نعم. شوي عم يطلبوا مني أذكر برقم التليفون 01-325-555 إذا كنتوا عم تتصلوا من خلال السيلولار 76-611-003 أو 005. دكتور نعمة معنا اتصال، ياريت تحط الهاتفون. ألو ألو بونجور، أهلا، بدي أحكي مع الدكتور إذا ممكن. عم يسمعك، تفضل. أوكي دكتور بونجور. أهلا كيفك دكتور؟ أنا من فترة اتصلت فيك وقلت لك إنه بدي أخذ رأيك بالنسبة إذا بأخذ أسبرين بالليل أو لا، بس وقت قلت لك إنه أنا عملت عملية جراحية. نعم. فعملت عملية جراحية وأكيد في فحوصات دورية إنه أعمل سيتي سكان وكذا بناء على إنه استئصال من نودول من الكولون. فبالصدفة عم بعمل سيتي سكان لقوا إنه في جلطة بالريات. عطوني الإبر اللي أقوى شيء، 100 إبرة أخذت وقتها ببطني بلس كفي للدكتور على دواء مسيل جديد هيدا طالع إكزيريلتو أو شيء بهالمعنى. فقلت لي وقتها دكتور إنه لا أعملي صورة صوتية للقلب والشرايين. يعني عندك عطشة قلب أنت كامل؟ لا تعطاك الإكزيريلتو عندك عطشة قلب، عندك FF فيبراسيوليكولير ما بعرف، ممكن حضرتك تعرف. بس لما عملت صورة صوتية كله منيح، قلبي والصمام والشرايين. السؤال باخد أسبرين؟ أنا عم بسأل لأنه هلا سؤالي مش بسيط، لأنه دجاء أخدت كتير مسيل من شيء أقل من سنة. أخدتهم مدام أخدتهم راحوا خلاص، الأخذتي راحة، جسمك مثل البنك، كل شيء بياخده بيروح، كل شيء عم يحطه بيروح. بدك تاخدي حبة أسبرين أكيد مع الجزريلتو أكيد ضروري جدا، خصة إذا عندك جلطة أو أفقه ضروري جدا تقبل. قبل كان إذا بدك تاخدي هلأ ضروري تاخدي. أنا الجلطة راحت عالب شي ما ترجع تجي منها، لو كنت عم تاخدي قبل ما كنت عملتيها. مضبوط. اوكي مش هيك انا بقول له يعملوها. بس يا ترى مش العمليه الجراحيه اللي سببتها؟ بلا، بس لو اخدي اسبرين دمك مسيل، العمليه الجراحيه فيها لسه جلطه 1%. اذا واحد عم ياخذ اسبرين قبل وقفه قبل العمليه بس يعني كثير الواحد عالف. ولا حبي انا يا اخي. خدي لك كم حبه ودعي لنا بالخير. اهلا فيكي. الو بونجور. اهلا تفضل. بدي اسال الحكي اذا واحد مش مأكد اخذ اسبيكول بدل مش مأكد ولا بياخذ حبه ثانيه؟ ياخذ حبه ثانيه. طيب حكي بس حسب عمره، يعني اذا واحد عمره تحت 50 ما ياخذها، ما هي بدها 48 ساعه. بالله انا رح اقول لك قديش عمري لانه ما حدا عرفني مين عمري، 50 سنه. ايه خلص خليها ما تاخذها لما بتتاكد. ايه اذا نهار لانه كونك ذاكر عمرك ما انت وضعك منيح، خلص ما تاخذها. يلا روح اتكل على الله. اهلا وسهلا فيك. رقم بيخلص 036، شخص عمره 76 سنه ما عنده امراض، ما بياخذ اي دواء، حركته قليله، لما بيحمل شيء او بيمشي سريع بصير يلهت. ما عنده امراض، ما بو شيء. لا كل هودي ما بو ما عنده. لا اول شيء فوق 60 سنه احنا صرنا كلنا مرضى، لانه عندك الشرايين ما بقى تتوسع على المشي وعلى الرياضه مثل اي بني ادم. اذا ما قلنا فوق 50، لان احنا صرنا بال 50 عم نخفف شوي. بس الانسان بصير مريض اصلا من عمره 20 سنه، مش مريض، بصير عنده مرضي نشيف. دجا 70 سنه شرايينه ما بقى عم تتاقلم، هلا عم بدي نفس، معناتها اكيد عنده شيء عم يعمل لك، لانه ما كان يعمل لك هسيك السنه او اللي قبلها. بدي اعمل صوره صوتيه ومجهود وصوره روايه ضروري جدا، ما فحص دم كامل. انا بدي اتمنى 76 سنه ضروري يعمل صوره صوتيه ومجهود. عارفيني؟ نعم. الو دكتور نعمي. اي مزبوط، بس انا بدي اقول لك لانه في حدا بيتمنى اذا فينا نمرق الفويس، لانه هو عم بيسوق واجبار كتير، يعني مش قادر ما في يكتب. يعطيه الرقم يعطيه انا بعدين يكتب. أوكي. بس ما بدناش درجه، يعطيه الرقم بس بلش يكتب. اوكي لكن بترجع بتبعت الفويس، انا ما فينا مش عارفين نجاوب على هالرقم، وبترجع بتاخذ الجواب دغري. كمان اوكي رقم بيخلص ب 8 3، بنتي عمرها 17 سنه، ضغط على طول واطي،
ما بين 8 و9 دوخه وتعب دايم، عندها تلاسيمي مينور، علما انه عم تاخذ دواء حديد الى فتره، عم تشتكي انه مرات ما بتقدر تركز بالمدرسه، بدها تاكل قد ما فيها ملح وقعت كثيره. اوكي، بدها تاكل ملح وقعت صغيره. نعم دكتور نعمي. اوكي أمال، أوف السؤال دايما لما بيجي كتير متقطع. خلينا ناخد الاتصال بكم بهالوقت. أنا شفت شو السؤال. ألو ألو بونجور، أهلا. إذا بتريدي بدي أسأل الدكتور. نعم. عمري 57 سنة، عاملة ميل بوقتها ما طلع في شي، حيطة والتر، عاملة كل الأشياء اللي بتنعمل. نعم. ما في شي. ده عمري 57. هلا اني بروح دكتور تعمل مثلا عمليه، بيعملوا لي تخطيط، لا ما بنعمل لك، قلبك مش مزبوط، مدري شو. المهم هلا اني رجعنا عملنا اخر شيء، طلبوا لي ميل، رجعنا رحنا محل عملنا الميل الاولاني، انه قالوا لي ما في تغيرات، هيك طبيعه قلبك. انا بدي اسال، انه اوقات بحس بوجع، بحس بتعب، بحس بدقات، اوقات هيك بحس بيقشط قلبي، بدي اسال في شيء هيك قلبك، هيك قلبك؟ اذا عملي صوره صوتيه وتميل ما فيهم شيء، مدام خلص بتاخذيه معك على المستشفى كل ما تعملي عمليه. ايه بس اقول اذا الصوره الصوتيه طبيعيه والميل عم تقولي طبيعيه، هيك شغلات فيها تكون اكيد. التخطيط في اوقات بيغير، اذا القلب، اذا في القلب عمل روتيشن صغير، اذا واحد، اذا المره صدره كبير، اذا الكشف راسيك خفيف، حيلا شيء فيه يعمل تغيرات. ممكن يكون اذا صدره كبير او ناقص بيعمل. كيف لك كيف لك كيف لك، ما هو خصوصا اذا الصدر كبير ومحطوط الالكترونيت على محل الغلط يعني. بس انه بس الحكيم على طول، انت تخلي نسخه عن التخطيط اللي بيخلي الحكيم يعمل لك ميل عن يده، ونسخه عن الميل، نسخه عن صوره صوتيه، بتخليه مع تذكرتك مع باسبورك، هذا يضلوا معك وما رحتي. اوكي دكتور، بس انا سؤالي انه في اوقات بيجي القلب هيك تصميم وتركيبته هيك، عامل لك فيكم من القلب، فيكم من جسمكم من برا. ايه اكيد امين. ما في مشكله، ما في مشكله. اهلا وسهلا فيك امال. أكيد. بتقول زوجي عامل كليتيروسار بس كتير بيعصب وبصير يتوهم، بقدر بعطيه شي دواء ليروق، وبتقول شو رأيك بهيدا الدواء؟ هي المهم بالنسبة لها ما يأثر على القلب، هيدا ما له تأثيرات على القلب. رقم بيخلص 273. سيدة بتحس حرقة بالرقبة لما بتكون معصبة، دقيت قلب سريعة، وبتقول انه انا بشرب كتير قهوة. ايه القهوة بتعمل هيك لوحدة، والغدة مثل ما قلنا، وفحص الدم، فقر الدم. نعم. ايضا اتصال. الو، يعطيك العافية. الله يعافيك وحياتك. بدي أسأل الدكتور، في عندي صبي عمره 14 سنة، يطلع له قشرة براسه وشريطه بقشره، بقى في بيكون فيتامين ناقص، بقدر أعرف شنو الفيتامين اللي بيكون ناقص؟ مبدئيا ما بعرفه، أنا أكيد ما بعرفه، بس مش عطول فيتامين، هي نوعية قشرة أو نوعية مرض له علاقة، بيقولوا شيء بالفيروس شيء بالفيتامين، أنا ماني متأكد منه بس ما بعرف. إيه بس بدي ألفتك صديقي إنه دكتور نعمة يعني اختصاصه أمراض قلب وشرايين وتمييل وبالون والرسور، يعني الموضوع بيعرف بكل شيء الدكتور. إيه مزبوط، بيعرف بكل شيء، بس بس القشرة شوي سئيلة، كنا ناخذها بالسلسلة القشرة. مزبوط. بس هي كمان احيانا من لا بس حرام لك، العجب استرس بيعمل هيك، بيقولوا نوع من الفيروس بتعمل هيك، وبيقولوا اوقات له علاقه بالبسورياسيس، نقص فيتامينات، بصراحه ماني متاكد منها، بس للاسف كل شيء ما بيلاقوا له دواء على السريع. والدليل على ذلك اذا بتستعمل شامبوان اسمه نيزورال، اللي بعرفنا نسميه لانه الوحيد بيروح القشره، على 5 ايام 5 دقائق كل مره تخليه على شعرك بتروح القشره براسه. فاديا عمرها 55 سنة، أي متى لازم نقيس ضغطنا ككونترول؟ صبح وظهر وعشية. بس إذا طلعت خليني أكمل حديثه، مش كل يوم، إذا طلع 6 مرات طبيعي لا بقى تزينه، فهمت كيف؟ أها يعني على يومين تابعه، على يومين تابعه، إذا ما في شيء ما في شيء خلاص. محمد يلي قال عمره 25 سنة وأوقات بيصير معه دقات قلب سريعة، بيقول أنا بدخن كتير، ممكن من الدخان؟ اكيد من الدخان، لانه مش من الدخان بيعمل دقات قلب، الدخان بيعمل سرطان وبيعمل مشاكل قلب بعدين، بس الدخان بيخلي الاكسجين يخف، بصير الانسان يمشي بسرعه، بصير الانسان يتنفس زيت يفوت اكسجين اكثر، تعمل دقات قلب سريعه. شوفي عم بضحك. محمد من ايطاليا، امبارح اجته رساله من مصلحه الضرائب، صار قلبه يدق بسرعه. معقوله لانه قلبه ضعيف او الضريبه عاليه؟ لا اذا بدك تعال لبنان، هون بألف خير نحن، تعال هون دغري بيوقف، تعال يوقف.
إذا قلبك هالقد قوي تعال لبنان. معنا اتصال. ألو. ألو حكيم. نعم. إذا بتعمل معروف الأسبرين أي وقت أحسن شيء يتاخد؟ ساعة اللي بدك بعد الأكل. ساعة اللي بدك بعد الأكل. ومثل شو اسمه البيتا سيرك. بيتا سيرك؟ نعم. بخلص صبح وعشية البيتا سيرك. عشية أحسن. صبح وعشية بيخلوه. إلو شيء. إلو شيء رطوبة. مبدئيا لا، بس انه اذا عندك دقات قلب خفيفه وعم تاخذ بالتابلوكو المفروض ما تاخذ معه. اها. بعد سؤال، كيف بيحسن حاله واحد بفوت على البيت شاوب وبرا سقعه وبهالوقت هذا، عرفت كيف علي؟ ايه. كيف ممكن يحسن حاله الواحد؟ كيف يحسن حاله؟ ايه شو ممكن يعني، بضل هيك ولا مي ولا شو؟ لا يشرب مي قبل ما يطلع، يشرب مي قبل ما يطلع. او شو؟ يشرب مي قبل ما يطلع، قبل ما يظهر من البيت. نعم. يشرب مي، يبوس العيلة ويشرب مي ويضل طالع. بعد سؤال يعجب خاطره. في ناس بشبابهم يعني منتصف العمر ما بيتغذوا، بس يكبروا بصوروا 70 و80 بصوروا قال بدهم يتغذوا، شو رأيك بهالمشروع؟ ومثلي كمان هيدا يبوس قبل، يبوس قبل وبعد، هيدا يبوس قبل وبعد. أهلا وسهلا فيك أيضا اتصال. يا بصير أسئلة. ألو. رجعي لي تبع الإشري، رجعي لي تبع الإشري. ألو. إيه عيني تفضل. ألو. نعم. بدي أحكي مع الحكيم. تفضل عم يسمعك. امبارح انا كنت عم اقيس السكري طلع عندي 400. انا مريض سكر وضغط. ده عمرك؟ عمري 49. ده مخزون السكري اول مره بتصير معي. ومخزون سكري قديش؟ شفته اليوم الصبح مرتين. المخزون 6.5. شفته مرتين الصبح. ما بالمخزون بيعملوه بالمستشفى بده. انا عملته بالصيدلية مرتين. مخزون بيعملوه ما بينعمل بالصيدلية صديقي. بلا في فحص بالصيدلية للمخزون. بدك تعمل فحص مختبر المستشفى. بس على الحكي 6.5 اذا مزبوط عظيم. انا عملته قبل كمان، ما جربته بالصيدلية ورجعت عملته بالمختبر نفس الشيء. عظيم لك انا شيء جديد. ما بيهمني، انا بيهمني اذا 6.5 مقبول بعده، بس ال 400 ما انا مقبول. بتذكر انت؟ اه. يا بدك تعمل فحوصات كاملة، بدك تعمل فحوصات جدية. السكري بيقتلك وما بتحس والله. في عندك عالم عنده السكري ما بيأثر على شيء، بس عندك السكري بيعميك بيقتلك بيعملك مشكلة. أول مرة بيطلع معي هيك. إذا المخزون عندك 6.5 معناتها مزبوط عم تحكي أول مرة وحبة مسك. مزبوط عم تحكي. بس وصلنا. أنا بالنسبة لألي في إنه ما لا تأثير. بلا كيف انا بدي اعمل لك بدك فحوصات جديه، بدك تعمل فحوصات دم اكثر، بدك تعمل صوره صوتيه، بدك تعمل فحص لرويه، بدك تعمل فحص الشرايين. يعني هاي اول مره بيعطيك انذار السكر. انا 7 اشهر عملت ميل طلع نظيف. عظيم. بتعمل صوره صوتيه ومجهود تشوف اذا عم بيعلى ضغطك على السكر ولا لا، وبتشوف السكر اهم شيء ترى مفروض. ايه عظيم. لكن خلص اهتم بس بالسكر، اذا عامل هوده وضعك جاي اهتم تنزل السكر. اهلا وسهلا فيك ايضا اتصال. الو. الو. اهلا. لو سمحتي تفضلي، بس يا ريت شوي منعجل لانه في كثير اسئله. تفضلي. بونجور دكتور. اهلا. يعني شو عندك؟ تسحيب ما عم بسمع. تسحيب. ولو علي صوتك وقت راضي اعمل شيء لانه عم تسحبين للصوت. يلا عندي تسحيب بإجري. ايه. فمن فترة رحت عند دكتور اختصاصي قلب الشرايين وصف لي دواء اسمه بس الفنتين. لا عليت كتير. قد عمري 44. ايه. المهم بلشت تاخد مني كل يوم حبتين بالليل حتى اقدر نام. انا عندي مثل البريد زي بإجري. هلا الموضوع اللي عم بيصير هو انا اذا بدي نام بعد الظهر ما فيني نام من الوجع. يعني وجع مش طبيعي. مدام ليكي هذا الدواء ما راح يفيدك بعمرك لانه بعد بكير عليه. بدك انت اهم شيء تلبسي كولون للفريز، وبدك ما توقفي كثير وتمشي، تعملي رياضه للعضلات اجريك، وتعملي صوره صوتيه. اذا الفريز عندك كثير كثير قوي بدك دواء سبيسيال لالون وبدون ربط. اذا منه كثير قوي بتعملي كولون وبتمشي وما بتوقفي كثير، بس تعدي ترفعي اجريك على طول. ما بتعدي ما بترفعي اجريك. اهلا وسهلا فيكي. رقم يخلص بسبعة واحد. عمري 55 سنة، عندي سكري 100 و120. لما بجوع بنمي الراس لساني وبحس بدوخة،
ولما باكل شيء عادي برجع طبيعي. شو عم بيصير؟ ماشي مزبوط. السكري للاسف ما بنعرف واحد وين بيحس فيه، لم بيقصط لم بيعلى. السكري في عالم بيضرب لها القلب، بيضرب لها الشرايين، بيضرب لها الكلى، بيضرب لها اللسان، محل ما عم بحس، ما زالوا عم بس عم يدل السكري عم بحس. معناته هالمنطقة أنا عم بحس فيها بهبوط السكري هي أكثر منطقة بحاجة لسكر. هاتو بيحكي كتير لأنه لسانه مرة ولا رجال ما بعرف. رقم بخلص بصفر ستة. أول مرة السكر بضرب لسانه بدي يكون مرة. بيقول عندي عنا مشاكل قلب بالعيلة، بأي عمر أنا لازم أعمل تشيك أب منتظم، خاصة أنه بي عنده فتحة بالقلب خلقة؟ الفتحة بالقلب ما بورطها بيو، مش ما هي ما خاصة بالورطة، فتحة بالبنية بورطها، بالقلب بورطها أبدا. الفتحة والصمامات إجمالا ما فيه وراثة، الشرايين فيه وراثة. إذا عنده مرض شيء من العيلة حسب الال دي ال ببلش من عمر 30 لل 50 ببلش حسب. اذا الال دي ال كلهم بالعائله فوق ال 200 ببلش عمر 30 فحوصات، اذا ال دي ال تحت 150 ببلش ال 40 45، اذا تحت ال 100 وفي عندهم بالعائله ببلش بال 50 فحوصات. حسب كل واحد بدخن ما بدخن، عنده سكري، كل مريض شكل، كل مريض بركي نصيح، بركي هالزلمه يضل ضعيف لعمر 60 سنه ما بدخن، هي في ما بلش فحوصات. كل واحد شكل كله. ما في قاعده الا الايبر كوليسترول مي فاميليال اوموزيجوت، هاودي ببلشوا من عمر 12 سنه فحوصات، لانه هاودي بيعملوا دبحات على 18 سنه. الحمد لله هاودي كثير قليل تبعتي كثير. نعم. رقم بيخلص 7 9، زوج عمره 52 سنه، اجمالا ما عنده مشاكل، بس من فتره اجي وجع ميله القلب شك كثير قويه، كل النهار كان موجوع وبعدين راح الوجع. هل هالشي بخوف ولازم يعمل فحص؟ عمره 52 سنة، هل لازم يعمل فحص؟ أنا حسب رأيي أكيد مش مهم. أوكي؟ نعم. أنا أكيد مش مهم، بس ما بيمنع إنه يعمل فحوصات لأنه عمره 50 سنة. نعم. والشك مثل ما هو عم يعمل، أنا بالنسبة لي سافتها وشغلة برانية، بس إنه كمان برجع بقلك للأسف العمر 50 سنة عمر سئيل أما أنا وصل له، بس هلأ في يعمل فحوصات. يعني بالنسبة ل يعني بيكون افضل. هو عم تساله كمان اذا فيها تعطيه اسبرين. اكيد تعطيه اسبرين، نعم، بهالعمر افضل. والافضل يعمل خصه اذا بدخل. نعم. ايضا في كتير اسئله. ريتا بتقول اي متى بناخذ الاسبرين، على بكره او عشيه؟ ساعه البدا بعد الاكل. الاسبرين مش دواء الكوليسترول او ضغط بياخذوه من عشيه. نعم. بس الاسبرين بعد الاكل. رقم بيخلص 613، مريض ضغط وكمان بياخد الهدف من أنه يع المسيل، بيقول أوقات بيسبب له حك بالجلد منه، وشو العمل؟ في أنواع تانية على كل حال، ما هي في وقفه 4 أيام. إذا مضل شو اسمه، إذا ضل الحكي معناته مش منه. إذا الحكي فيه بياخد غير دواء، إذا بحاجة ياخذ لمسيد فيه ياخذ كلوبيدوغرين. نعم. اتصال. الو بونجور. اهلا، لو سمحت بحكي مع الحكيم. تفضلي عم يسمع. بونجور حكيم. اهلا. انا عندي ثقة كبيرة فيك. زوجي عمره 64 سنة. 64؟ ايه. عنده ضغط وبياخذ اسبيكوت. شايف برودوي على التلفزيون اللي بضاعف الكارث. بيدهن يعني مارها. بضعف شو بضعف؟ بيدهنوا على الكارث، بضعف الكارث وعنده كلس. وشاي ظروفه. هلا هو ما إلش برخالي جابه، ما إلش خالي يدهن كارثه، في عنده بدا كيس دهن قمار مبينين زهرين يعني. بيسوى يدهن عليهم؟ إذا مدام هذا الدواء، إذا لكل شيء مدنكر داني اللي وقف بديك بس ما بعرف الدواء أصلا مش موجود للكرش، بس إذا كل شيء مطمبر مدام داني عليه داني محل ما بديك، بس إنه ما بيفيد ما بيضر. لا دهين من برا إخي، ما بيأثر. أنا بدي أسألك لإلك، لا لا ما بيفيد هودي. شو هالحكي مدام دهين وطارش؟ شو هالحكي؟ شو بقاله معنا هودي أبدا؟ ما في شيء هيك بيروح الدهنية أو الكرش دهين من برا. يا ريت لو شو كنت عالم كلنا هو عمل حيل منه نكتير، بس برجع بيطلع. لا لا مدام ما بيعملوا هالشيء أبدا، بده ينتبه على غير موضوع، بده يعمل فصاد غير تمشين ينشيل الكرش. مش هلا. اتصال. ألو. ألو بونجور. أهلا. كيفك؟ الحمد لله. بونجور دكتور. أهلا. هيك المرة سمعتك عم تحكي عن هيدا الشريين بالراس. أنا عندي بنت عمرها 42 سنة، يوجع راس، عملني لها إي آر إم، قالوا لنا إنه هيدا الشلش خلقه.
فزوا قولوا لا اذا نزفوا هيك عملنا اي ار ام وشفنا حكمه كثير للراس يقولوا لنا ميجرين. انت شو رايك بهالقصه اذا ما تاخذ اذا طل... اذا هودي الصور اللي عملتيهم وما فيهم شيء معناتها اكيد ميجرين ما له معنى. اه انه يعني من الشلش ايه اكيد هذا بيكون شوي بيطمبر زياده عن هذا والراس مع انه المنطقه طبعا الراس فيها جمجمه والجمجمه ما بتتمدد بجن هيك بيضغط عليها بس اذا ما في شيء بالارام وهيك طمني بالي. لا حكيم هو كل الصور اللي عملناها قسم مثل منه اللي نزف ولا شيء. ايه عادي اتركوا مثل منه ما تحشروا فيه اهم شيء ضغط ما يعلى. شكرا يطول اهم شيء الضغط ما يعلى فوق 12. ايه شكرا يطول عمرك يا رب. اهلا وسهلا فيكي. رقمي خلص 457. اختي عمرها 55 سنه من شهر عندها دوخة ومن بعدها عرق بارد، عملت فحص دم وكوليسترول طلع كل شيء طبيعي. نحن بالعيلة ما عنا قلب وضغط بالوراثي. هيدي الدوخة عمرها 55 سنة دوخة ومن بعدها عرق بارد، عملت فحوصات دم وكوليسترول كل شيء نورمال وبتقول ما عنا قلب وضغط بالعيلة. لا لا هيدا هالشي فيكون هبوط ضغط، فيكون دقة قلب غير منتظمة، وفيكون هبوط بالسكر. اهم شيء هيك شيء بيعمل هبوط الضغط بيعمل هيك، مشان هيك بتعمل كمان صوره صوتيه مجهود بركي عندها صمام حتى لما في وراثي بالارض بالعائله. صمام عم ينفس ضغط عم يقشط تعمل فحص مهجور مجهود مجهود. نعم رقم بيخلص 763. دكتور نعمي انا كتير عصبي بس لما بسمعك بروق. شو السبب يا حكيم؟ يعطيني عنوان عزمنا على الغداء. رانيا بتقول حابة أعرف شو أسباب التنميل بالإجرين لست عمرها 30 سنة. أكتر شيء الفاريز وأكتر شيء العضلات تبعها بيكونوا شمارين على الرياضة، أكتر شيء النصاحة، تغيير الصرماية، كل شيء بيعمل هيك. نعم للأسف يعني أي عضل بيعمل هيك. كمان سؤال عبكرة عند الاستيقاظ من النوم الضغط 14/9 لست عمرها 55 سنة هل يعتبر عالي؟ 14/9 عبكرة لما بتوعى من النوم. يعني أنا بالنسبة لي على الحدود على الحدود بس أكيد 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 أفضل بكثير يكون انه يكون اوطى لانه ما بقى عندك مرجع له. يعني انت 14/9 مزبوط انه ام اس من المونديال مون بيقول لك انه طبيعيه بس بالنسبه لالي انا لا شو حف الطبيعه بنزله شوي. نعم رقم بيخلص 837. قديش حب الدواء الضغط بدل لا تاخذ مفعول وهل بياثر اخذ الدواء حسب اي دواء حسب اي دواء واي نوع. نعم وحسب الجسم وحسب اذا واحد عنده سكري معته بتنص بسرعه وحسب حسب 100 قصه بس اجمالا نص ساعه المفروض تكون عطيه ما في ولا اذا كان ضغطه عالي. مشان هيك اوقات اكثر من نص ساعه مشان هيك اوقات بنعطي ابر او بنعطي شيء تحت اللسان تيكون السرعه بال تيفوت على الدم سرعه الامتصاص هو مش الدواء ده بس يفوت على الدم بيعطي مفعول بس تيفوت على الدم ويمشي بالسيكل تبع الانتستان والاستوما والسكريسون والاسيد ساعتها بيكون اخذنا نص ساعه ساعه. نعم كمان سؤال كل ما باخذ اسبيكات بصير عندي حمو بالتم والاسبرين بيوجع لي معدتي شو الحل؟ اذا مضطر ياخذ شيء مثل الاسبرين ياخذ شيء اسمه كلوبيدوغرال اذا هم مضطر على السينين ووقف هودي اللي بيعملوا له هالحركات. نعم مير ناصت عمرها 63 سنه عندها فاريس كتير هل لازم تاخذ اسبرين ولا لا عندها ورم باجريها؟ ضروري تاخذ اسبرين بدك تضل إيه بس ضروري تاخذ اسبرين. نعم مثل 76 هي اوكي ما في حدا. كمان بوجه لك تحيه رقم يلي بيخلص بال5/7 كمان خلينا مهرجان انتخابي كله تحيات اعطيني الاسئله هلا. بنت خي عمرها 7 سنين بضلوا ايديها حاميين وعليهم حراره لون وجه اصفر واكلها كثير قليل ما قلي عليها ابدا كل شيء هذا بيدياتري ابدا ما بتدخل ولا بعطي راي بالموضوع. نعم غير طب. نعم سؤال ثاني زوجتي عمرها 45 سنه عم يطلع ضغطها 14/9 بس من بعد ما تمشي شي ساعة بينزل ضغط 12/8 شو السبب؟ طبيعي لأنه هيدي عندها ضغط مزبوط قلبها منيح المشي بيخليها بتعمل ضغط المشي بيخليها ينزل ضغط قلبها بيفتح والشرايين تبعها بيفتحوا. نعم يعني معناتها سيستم القلب عندها كثير منيح اجمالا بس الضغط اللي عندها بس 2 الشرايين تبعها بتنام بتعمل تقلص. جنى بتقول أم عمرها 90 سنة عم تاخذ اسبيكار 81 بس جسمها عم بيعلم تشيت ده عمرها 90 سنة تاخد يوم اي يوم لا
بتقول كلهم تشيت واجريا عم بيورموا شوي. توقف الاسبرين ثلاث ايام لا تاخذ يوم ايام لا. اها. وبالنسبه للاجريا نعم. عم بيورموا تعمل صوره صوتيه لعضله القلب تعرف اذا في داعي تاخذ اسبرين ولا لا. نعم. خالد بيقول لك انا كل يوم باخذ حبه اسبيكوت، باخذ اسبرين او بضل على الاسبيكوت. هن زيتهم شو ما فهمت يعني. نعم. كمان رقم بيخلص 147 دواء الكوليسترول اي متى بناخذه؟ دواء التريجليسيريد عشي تعال نوجع العضلات اوقات. نعم. ساره بتقول بدي اسال انا باخذ دواء ضغط عندي وجع راس من قدام على جبين معقول دواء الضغط ما بقى عم بيفعل؟ انا اساسا كان عندي حساسيه تعطيس وقفتها بدواء وبتقول الضغط عم بضل 12 منيح يعني. اذا عم بيوجع على راسه وضغطه منيح معناتها مش الضغط عم بيوجع على راسه، عنده وجع على راس لانه عنده ما وجع على راس. نعم. شوف من شو وجع على راس، شوف من في حواليه وجع على راسه. مين في بالبلد موجع على راسه؟ لا شو خاصه مش كل شيء البلد. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل شيء منيح. مش منيح كثير. ابراهيم بيقول رجل عمره 70 سنه عنده كوليسترول فقط وتغيير شريان رئيسي وفرع منه. ما كان عندي تنميل ابدا، مره فجاه ورمت عيني وعطيوني ادويه وممنوع المشي بالخارج، صار عندي تنميل متكرر بقفل اجرين لفتره قصيره جدا، شو العمل؟ مشي. بباطن القدم. ماشي. اوقات نقص البيدوز بيعمل مشي. تنميل بباطن القدم هذيك رينودوز. لا البيدوز. لا البيدوز ما بيعملها. بلا بيعمل بس بالقفة بس بباطن القدم ما بعرف. أنا بعرف الرينودوز لأن سوقتها صعبة بس لأنه هيدا إجمالا بس يكون الإجرتين أكيد مش فيتامينات. شغلة يا بيكون الشريين مكتسين تحت لأنه عم ينزل الدم مش عم يطلع لفوق، يا بيكون نوع من المشي أكيد يكون إجر واحدة مش إجرتين لو شيء سبب. بس أنا الفيتامين بيدوز ما بعرف. نعم. ست عمرها 69 سنة بتقول بدي أعرف إذا التكلس على صمام القلب بيأثر على صحة القلب. ديش عمرها؟ 69 سنة. ما بيأثر على شيء أبدا، بس بدي خد له أسبري لأنه في واحد يكون مكلسي صماماته من عمره 45 سنة ويضلوا للمية سنة ما يعملوا أي مشكلة. أهم شيء ما يسكر. هي عندها ضغط وعندها سكري بس تحت السيطرة اثنين. ايه بس بدها تعمل فحوصات عطول، بدها تعمل صورة لشرين إذا عندها تكلس شرين القلب أو لا. بس جميعنا في واحد يكون تكلس بالصمامات وما عنده أي عوارض للميت سنة يكتشفهم بالصدفة. نعم. طيب دكتور نعمة بتقول بتقدر تاخد حبة ملتي فيتامين يوميا؟ شو هاي؟ تاخد شبعيني معي؟ ما في. إذا ما عندها مجدرة وفاصوليا بالبيت تاخد كله سوا فيهم. أنت أجمالا بتحب مش أنا أنا, أنا الفيتامينات بحس أكبر كذبة بالعالم. فبتي كيف؟ نعم. أنت الفيتامينات صدت العالم كله عم تاخد فيتامينات وثلاث أرباع مش ثلاث أرباع 99% ما في فيتامين. هيدي الكارونس الفيتامين بتخلقي فيه من انت وصغيرة. فبتي كيف بدك فيتامين غير امراض غير امراض غير نعم. غير شيء. نعم. ما في لا بياخذوا فيتامينات بدون يعملوا فحص فيتامينات. ماري بتقول هيدا ضغط زيستوليتيك. إيه؟ اوكي انا ما بدي اقول ما لك هيدا عمري 60 ما عم يسووه ما عم يسووه بس كان قديم هيدا دواء كثير منيح صحته محله غير دواء. نعم. صار في هي بتسال يعطيكم العافية فحوصاتي عندي سكري وضغط باخد حبة الصبح ما باخد دواء كوليسترول أو في حدا هلأ بليز بدي أتمنى عليكم يلي عم بجرب يتصل ما فيكم تتصلوا على 001 نفس الرقم ولكن بالآخر 003 أو 005 طار الواتساب كنا عمل نقرأ ما بعرف إذا بعد فينا شو سؤالك نرجع له ما فهمت مزبوط أنا كمان شو السؤال الرقم بيخلص 72 أنا مركب برسور عمري 54 سنة عندي سكري باخد كلوبيدو جريل عيار 75 هل ضروري أخد أسبيكات؟ ضروري. نعم. الرقم بيخلص 38 إيمان معك لما باكل لحم ني بيجعني كبطني عمري 55 سنة هيدا ما بعرف شو له علاقة ما تاكل لحم ني تسويها شوي رقم بيخلص بالأربعة سبعة عندي تخزين السكر 6.5 العمر 57 سنة عم بحس بألم بكل إجري دواء الكوليسترول أي متى منيخده دواء التريجليسريد من عشية وتريجليسريد من عشية نفسهم توني بيقول إذا بالعائلة ما في ولا إصابة قلب بيقدر الإنسان يطمن باله إذا ما في حدا عنده ولا مشكلة بالقلب بيطمن باله أكتر من غيره نعم بس ما بيطمن باله على الآخر
بلكي في غير اصابات يعني اذا ما في هالحالات انه اذا واحد كمان ما طلع سيء بالسياره ما بيعمل اكسيدنت سياره بس في نعم. سياره على البيت اخر يا ريت تبع قبل الميكرو اليوم اخر اتصال في غير المخرج فينا نغيره هلا بنغيره اخر اتصال الو الو ايه بونجور اهلا ليك حكيم انا حكيتك على بنتي قلت لك عن الشلش البروسه بس نسيت ما قلت لك على طول بصير معك رويز وجع روس قولوا لميكري ايه فيكم من الشريان بس يكون شوي عم بيتوسع بيعمل وجع راس وفيكم من انا كل شيء بيهمني ضغط غدال واطي وتعملي ار ام كل ست شهور ايه عم تعمل ما بيضل زيته ما بيقصر وجع راس بزيادة اذا هي عم تفكر بهالشريان وقتلاني هم مثلكم يعني بزيادة لوحده اللي بوجع راس بيعمل ستريس لانه ليك حكيم انا بعدت لها فحوصاتها على فرنسا ما حدا امر بعملية ايه عال مدام هذا هي بطمني بيليك واهم شيء انتو طمنوه انه طابت مشان ما يوجع راس هيدا ستريس لقلها كمان صار تكرم نعم هلا بعرف انت ما بتحب الواتسابات بس رح اطلب منك تحط الفويس تحط الهيدفون لانه في حدا يمكن بتحب تسمعه بقول مين صديق اسعد رشدين بنسمع بنسمع صباح وانا عم صبح عليكم على الدكتور نعمي يسعد صباحك وعليك سميرة بس بدي اقول له انه يعني بما انه حكيمي هو يعني مسلسل جديد على NBC حيبلش ينعرض قريبا بدي موت فيه بالقلب ما يتفاجأ وفي مسلسلين جديد هلأ مرتبط فيهم او بالأحرى ثلاثة كلهم رايح فيهم بالقلب كلهم بالقلب او كما او لك أسعد أنا من أول مسلسل قلت لك بس عم تغير حكيمك عم تموت اختي مسلسل ما في إلا عندي كان وضعك ده لا بقى تغير حكيم أو جبني معك على المسلسل غيرك ما في شيء كل مسلسل بالقلب بموت الزلمة ما بوشي أميل التمين ما بوشي ما تغير حكيمك أسعد عم تغير المسلسل الحكمة عم شوفه أنا على التلفزيونات كله سوا مسلين مش حكمة بعيد الشر عن قلبه بالفعل أسلم يعني كتير معزته ولا ولا أهضم منك إيه فعلا وأنت كمان ولا أهضم مثل حكيم بدي لك مثل حكيم وأنا الوقت انتهى بدي أعتذر بعد شيء أسئلة ولكن الوقت ما بقى يسمح بدي أشكرك كتير لاختصاصي بأمراض القلب والشرايين تمييل بالون رسار المشاكل كلها المرتبطة بالقلب دكتور توني نعمي شكرا أهلا فيك بصوت لبنان شكرا أصدقائي على متابعتكم أطيب تحيات زميلتي سيدي عرب تحياتي سميرة منير والمخرج سيمو مصور إلى اللقاء